وخلال مؤتمر الصحفيين على هامش جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر بهذا الصرح الطبي تستعيد من جديد قدراتها على التصنيع المحلي للقاحات. وأوضح مدبولي أن الحكومة تجري مفاوضات مع عدد من الشركات لتعزيز قدرات مصر على إنتاج اللقاحات، معتبرا أن إنتاجها في هذه المرحلة يعتبر أحد متطلبات الأمن القومي. احنا النهاردة بنعيد تاني مرة أخرى قدرتنا على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية اللي أنا بعتبرها جزء من الأمن القومي المصري. وبالتالي يمكن النهاردة الحقيقة كنت بتفقد مع معالي الوزيرة تقدم الأعمال في مختلف المنشآت اللي موجودة في هذا المشروع، وإيه الخطوات اللي قمنا بيها للشراكة مع الشركات العالمية اللي هنتشارك معها في إنتاج هذه النوعية من اللقاحات. الحقيقة أيضا كان هناك فرصة لزيارة المبنى اللي على يميننا هنا حضراتكم، اللي هو هيبقى مخصص إن شاء الله لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. وهنا يمكن طبعا ده بيعتبر إضافة مختلفة عن ما يتم إنتاجه حاليا في مصنع فاكسيرا في الدقي، لأن هذا المصنع الحقيقة بنستهدف به نقلة نوعية في كمية الإنتاج اللي بتحصل. احنا بنتكلم على قدرة لهذا المصنع ان هو يصل الى 3 مليون جرعة في اليوم، يعني بمعدل او نصل يعني ممكن نصل الى مليار جرعة في السنة.